أنا عارف إن اللي راح أقوله يعتبر غريب شوي، ولكن مرات أزعل وأشفق على الجيل الجديد من اللاعبين، مو عشان عندهم عملة رقمية أو باتل باس في ألعابهم، بس عشان واحد من أفضل أنواع الألعاب تلاشى واختفى من قبل لا ينولدون. أنا قاعد أتكلم عن الريل تايم استراتيجي، Age of Empire، Red Alert، Lord of the Rings، Rise of Nations، Stronghold Crusader، Warcraft 3، وأفضلهم بالنسبة لي لعبة جنرالز. أيام حلوة وما تتكرر، يوم ترجع من المدرسة وتخلص واجباتك بسرعة عشان تشغل كمبيوتر العائلة وتلعب هالألعاب الكلاسيكية. الموضوع هذا ما رح يأثر بالناس اللي ما جربوا هالنوع من الألعاب، ولكن حق الناس اللي يحبون هذا النوع، تعال تعال عندي لك خوش خبر. لعبة God's Sworn حاليا متوفرة على ستيم بنفس طابع ألعاب نحبها، نفس Warcraft 3 Age of Empire، وتقدر تلعب طور القصة أو تدخل مع ناس، تجمع موارد، تبني جيش علشان بالنهاية تغلب خصمك.